جازوز ان بو دو ليمونات ان بو دو جازوز او قليلا من المشروبات الغازيه، هكذا هدف لاعب اولمبيك مارسيليا في غرفه تغيير الملابس بعد فوزه مع بنفيكا البرتغالي ليتاهل الى نهائي الدوري الاوروبي لكره القدم. لكن هل تعرف قصه هذه العباره ان بو دو جازوز؟ تابع معنا القصه. في زيارة صحفي فرنسي قبل أيام إلى الجزائر، التقى بالعم داوود في قرية من قرى تيزي وزو. العم داوود استقبل الصحفي الفرنسي في بيته ودعاه بالقول أن بو دو ليموناد أن بو دو غازوز، عبارة ترحيب عفوية من العم داوود أصبحت تردد في الكثير من الاحتفالات خاصة الرياضية، وهو ما حدث مع أولمبيك مارسيليا عندما أعلن اللاعب من أصول مغربية عز الدين أناحي أنه سيحتفل بعيد ميلاده لتنطلق العبارة المدوية أن بو دو غازوز. كيف وجدت احتفال اللاعبين وحماستهم؟ شاركنا برأيك.